نكالميو لو جو ديالنا ونفرضوا السيل دو جو ديالنا على الخصم، وكما شاف كل شيء فرضنا السيل دو جو ديالنا ولعبنا الكره، حطينا لعبنا الكره بروميير ميطا ما تمكناش وصلنا، ولكن لا فينيسيو ما كانتش، ما سعفناش الحظ، لهذا مشينا جانا تعليمات من عند المدرب ما بين الميطا وميطا، فاش دخلنا دويش مع الدراري اننا خصنا الماركي وضروري خصنا الرباح، ولعبنا الكره ديالنا كما كتشوف وجبنا اهداف ديالنا وحققنا انتصار. انا من النهار الاول جدو معايا المدرب قال لي بالله خصني خصص في اريير غوش، قلت لعب لي صافي لعبت ما عنديش مشكل، حنا كنديروا هذا الشيء باش نعاونوا الفريق ان شاء الله يثيقوا فينا ونحققوا لهم داك الشيء اللي بغا. في الشوط الاول دخلنا من بعد الخساره اللي دازت الماتش اللي فات، دخلنا مخرقين شويه، حاولنا نوصلوا بوط ما امكن، ما حلفناش لحد في برومير ميطا، ولكن دوزيام ميطا وصلنا الحمد لله. العام ان شاء الله طامحين نديو البطوله شحال من ديك العام حاولنا، بقى لنا جوج ماتشات وما حلفناش لحد، ولكن هذا العام ان شاء الله نتقاتلوا عليه باش نجيبوه. خوف على المستقبل الوداد، لا خوف على المستقبل الوداد، الدراري كاينين الرجال هنا كاع الفئات، حنا غاديين مزيان الحمد لله، حنا العائله احسن الي في العالم الحمد لله. هادشي كامل بفضل المدرب ديالنا، بفضل لونطريمون، بفضل كلشي، بفضل الثقه اللي عطانا، بفضل شحال من حاجه، والكوش فهمشي عطاو داروا واحد التغييرات، يعني داروا واحد التغييرات اللي قدروا يبدلوا الماتش، والحمد لله هذوك التغييرات وقدرنا نجيبوا بيلانتي وماركينا بيت الحمد لله، وشحال من حاجاتنا بزاف ديال الفرص قدروا ماركيو بهم 4 ديال 5 ديال اليوتا، ولكن الحمد لله هادشي كامل بفضل لونطريمون اللي خدمنا والدراري والعائله وفهمشي، وشي كيبغي شي الخير فهمشيني داكشي ودي اولا الحمد لله على هذا الفوز هذا، وكنشكروا اللعابه والكوتش كنشكروه بزاف، هو اللي كيعطينا هاد الانرجي الزوينه اللي في الجروب ديالنا، وحنا ديما هكا في الشوط الاول كنشوفوا كنا وصلنا قدرنا نوصلوا للمرمى ديال الخصم، ولكن ما حالفناش الحظ. في الشوط الثاني التغييرات ديال المدرب ديالنا عطاو الجدره ديالهم، وصلنا الحمد لله، وقدرنا نسجلوا جوج الاهداف والحمد لله، وحنا ديما 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 هكا، حنا ديما عائله وحده، وغنبقاو عائله وحده ان شاء الله، غنوصلوا للهدف ديالنا اللي هو غنديو البطوله ان شاء الله هذا العام هذا. وكنبغي نشكر العائله، وحنا ديما 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 عائله. كيف كنتو كتشوفوا حنا اللي كنا مضمونين لو ماتش، ما كانش بالصعيب، حنا كنا نسجلوا اهداف كثيره، لا في بروميير ميطون لا في دوزيام ميطون. بروميير ميطون كنا مستحوذين على المقابله بشكل تام، والحمد لله في دوزيام ميطون بعد تغيرات ديال المدرب الكبير ديالنا السي طالبي، كيف ما شفتوا زدنا تألقنا بشكل كبير بتسجيل الهدف الاول، وكنا ضيعنا بزاف الفرص كيف ما شفتوا، جوج عارضات والحمد لله من وراها جا الخير، جاب بيلانتي، ذاك البيلانتي اللي توفقنا فيه وماركينا الثاني، ومع ذلك كنا ماركي ورا ذاك البيلانتي، الحظ ما حالفناش. وكنبغي نشكر الدراري كاملين اللي شاركوا في هذه المقابله هذه، واللي كاع ما شاركوا بسبب الاصابه، حيت حنا عائله واحده، والحمد لله هذا العام طموح ديالنا ان شاء الله باذن الله نديو البطوله. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور، كوتي سبور منتوجة المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربحوا الرياضة.